طال عمرك هو يساهم في رفع مستوى المواطن. الحين احنا نشوف المواطن في الوزارات وفي الهيئات الحكوميه نوع الشريطي اللي يبلع عود يبيع ولا يبلع بهارات ولا يبلع طال عمرك هاي الامور يعني الخاصه. احنا لو المقترح هذا بيرفع من مستوى البحريني وبيدعم المواطن اللي يشوف حاله ضعيف يدعمه. يعني احنا نبي كرامه المواطن نرفع من دعمه يكون المواطن لا يروح حق اكن شو احنا زاديهم يجون يخلصون تخليص معاملات. يا اخي ليش شو المشكله اللي عطيناهم سجل؟ حتى اخواننا ذلين الهواء اللي اصحاب المهن اللي في البحر ذلين الحين من يجون يصيدون سمك قالوا لهم تعالوا انتم مو بصيادين سمك انتم هواء تعالوا ياخذون السمك من عندهم. حتى هم الهواء ذلين يعطونهم رخص صيد وبشرط انه هو يكون على حمل الطراب، هو يروح على الطراب نفسه، نفس اخواننا في مجلس التعاون يعطونهم، ما يحتاج يعطونه حق رخصه اجنبي او شيء يقول له انت هذه الرخصه وروح فيها. في نفس الوقت حق السجلات شو المشكله فيها؟ انا الاخوان اشوف تشعبه، بعض الاخوان يدافع عن غرفه التجاره، وبعض الاخوان انشق مكان غير هذه، يا اخي هذه حق مستوى المواطن. خلينا نوقف ويا المواطن، شو المشكله؟ انتم كنواب تدافعون عن المواطن، لا تدافعون عن وزارات ثانيه او غرف ثانيه او هيئات ثانيه. خلوا نفصل بالموضوع ده، انا شيء هاي بيروح للحكومه، تدرس الحكومه يوافقون عليه ما يوافقون عليه. شكرا على الرأي. صحيح.